السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد وقصير من قناة خواطر فكرية إن شاء الله. بهذا الفيديو اللي أتمنى منكم أن تنشرونه وتعممونه، لأن هناك إجابة مهمة جدا من الأخت ريم الوريمي بخصوص مسألة التعرف على أهل البيت عليهم السلام. هل كان هذا التعرف فقط، أو نعم، هل كان هذا التعرف بمجرد انها شاركت في برنامج حيث نلتقي، وهل كان بسبب الشيخ احمد سلمان، او انها كانت على معرفه وعلى قراءه وعلى اطلاع على سيره اهل البيت عليهم السلام وعلى العتره الطاهره؟ هذه الامور ان شاء الله ما راح ابينها اني، انما الاخت نفسها راح تبينها بان الموضوع كان سابق لبرنامج حيث نلتقي، وقبل انه تلتقي بالشيخ احمد سلمان في هذا البرنامج. الاخت ريم كانت محبة لأهل البيت عليهم السلام، وكل المقاطع المنتشرة بخصوص يعني محبتها لأهل البيت عليهم السلام وتكلم عن أهل البيت عليهم السلام كان قبل البرنامج المبارك حقيقة، برنامج حيث نلتقي. تفاصيل أكثر بكلام الأخت ريم الوريمي، وفي أمان الله. إن شاء الله أنا شفت بلقاء شوي الشيخ أحمد سلمان. نعم. هاي الانتقالة إليت فيها الشيخ أحمد سلمان، وشكرا. عفوا، هذه شو؟ الشيخ أحمد سلمان الانتقالة اللي انتقلتيها، هل الشيخ أحمد سلمان يد فيها؟ إليت فيها؟ لا، هو الحقيقة أنا ما في انتقالة، أنا من 2015 بتعرف على المذاهب كلها. فمثلا عندي كان عندي عمل مع المذهب الإباضي هنا في 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 تونس، وسافرت إلى العراق في 2019، والبرنامج كان حوصلة، حتى أنه لعلكم شاهدتوا كثير من الفيديوهات نزلت أنا أتكلم عن آل البيت، وكلهم يقولوا يعني بفضل الشيخ وكذا. هو بارك الله فيه، فيما قدم في البرنامج كان يعني جدا مثمر، إلا أنه كل هذه الفيديوهات سابقة لبرنامج حيث نلتقي. علما أنه بعد برنامج حيث نلتقي ما قمت بأي لايفات، إلا اللايف الذي قمت به في طهران في إطار مهرجان المرأة والأسرة من خلال بناء اللبنة السوية في المجتمع الإسلامي، ما كان عنده علاقة أصلا لا بشيعة ولا بسنة. ف قربي من المذهب الشيعي او المذهب، لا احب المذهب الجعفري ساقول اكثر، لانه اتمنى ان التقي باخوه من المذهب الزيدي او من المذاهب الاخرى. فهذا القرب سابق للقائي او معرفتي للشيخ احمد سلمان، التي كانت فقط في اطار برنامج حيث نلتقي.